طيب قبل ما نبدأ قطف، تمام، أبي أعرفكم على المشتل اللي ما يعرف ويتابعني من زمان أكيد يعرف. المشتل طبعا في السطح، كل هذا مزروع من بذور بذرة طلعت نبتة. طيب هذا بطيخ، طبعا مو بوقته بس أنا أحب أجرب دائما تجربة. هذا ورد جوري، باذنجان، بطيخ، شوفوا هذا ما شاء الله، شوفوا البطيخ كيف حتى مزهر يعني عندي. طيب مساء الخير، زي ما وعدتكم امس راح اقطف اليوم. طبعا اللي يتابعني من زمان، قبل شهرين بديت ازرع بالبيت بالسطح من بذور، يعني كل اللي بوريكم اياه بعد شوي زرعته من بذور. فاليوم بعض الاشياء جاهزه للقطف، طبعا انا زارع كميات مره قليله يعني بس كذا متعه، فبجاوب على سؤال اتوقع انه بيجيني وان شاء الله حادك. يعني كيلو الخيار 5 ريال ولا الطماطم 10 ريال زي كذا، الهدف متعه بس استمتع انا. يعني تخيل انك مثلا رايح واحد يلعب كوره، طيب واحد يلعب كوره تجي تقول ليش تلعب كوره معرق وحالتك حاله، شغل كوره واجلس. ايش رايك في المثال رخيص؟ طيب اليوم ان شاء الله باقطف بعض الاشياء. طبعا انا بسطح البيت زارع اشياء مره كثير زي ما تشوفون، في اشياء انتجت، في اشياء بالطريق، وفي اشياء يبيلها 10 20 يوم. فاليوم باقطف الاشياء اللي جاهزه من ورقيات وخضار. شوفوا ما شاء الله بدأت إيش تنتج هذه الذرة. زي ما قلت لكم بعض الأشياء تحتاج وقت. نيجي هنا طال عمرك، هذا البصل الأخضر، هذا ثوم، فراولة، بصل، خس، بقدونس أو كزبرة، وفجل، وجرجير. ممتاز، حاطهم على شكل مسارات زي كذا هنا. وهنا طال عمرك عندي طماط وطماط. ورا هنا شوفونا فاصوليا، زارع فاصوليا وزارع ايوه هذه باميه، تعرفون الباميه هذه باميه وفاصوليا وطماط. طيب نيجي هنا، اوكي وين هنا، هذا خيار لسه ما انتج، فراوله طماط، فلفل، هذا جاهز اليوم بنقطفه ان شاء الله مع بعض. شوفوا ما شاء الله الحجم ممتاز. ايش كمان هنا عندنا؟ خيار، خس، خيار هذه في بعضها زي ما قلت لكم يحتاج وقت. شوفوا هذه خيارها مثلا بس تحتاج وقت، ما اقدر اقطفها الحين يعني. باذنجان، خيار، هذه شتلات، فراوله، طماط، طبعا انا احب الطماط اكثر شيء زارع طماط. هنا زارع حوسه، ذره، بطيخ، هذه فاصوليا، اوكي، خس، فجل، شو يسمونه هذا نسيت اسمه، مو باميه، وش اسمه زي الفاصوليا نسيت، لوبيا ما ادري شو. المهم هنا كلها شتلات بتطلع ان شاء الله قريب، فلفل، طماط، وهنا فلفل بارد، هذه ما شاء الله فلفل بارد حلوه عجبني شكلها، شتلات طماط لسه بالطريق، فاصوليا هذه. في طبعا فيها شيء زارع قريب وشيء زمان، اللي زارع زمان انتج واللي زارع قريب لسه يبي له وقت. يعني طبعا كل صنف ازرع منها اكثر من حبه، يعني باميه هنا بعد باميه، خيار، طماط، عندي هذا الصندوق قماش، عبارة عن قماش فيها أشياء كثيرة، ذرة وطماطم وفلفل بارد وحار. شوفوا هنا ما شاء الله بعد هذا فلفل بنقطف اليوم إن شاء الله. أغلب شيء اللي طلع بدري الفاصوليا والفلفل، أما الطماطم يحتاج وقت. شوفوا عندي هنا طماطم، هذه طماطم بس لسه بالطريق، يعني أنا حاب إني أقطف اليوم بس شيء بسيط، بعد 20 يوم بالضبط أقدر آخذ طماط، وهكذا يصير الإنتاج عندك متواصل. بصل أخضر، خيار، ايش كمان هنا حلو، هذا المكان احبه، هذا كلها طماطم، في بعضها بدا ينتج بعد، شوفوها هذه طماطم في الطريق. فهذه شتلات منوعة، نفس الشيء شتلات صغار، هذه كلها صغار، هذه برضو شتلات احطها هنا، هذه فراولة شوفوا هذه فراولة جاية بالطريق. فيعني في زي ما قلت لكم اشياء بالطريق واشياء جاهزة واشياء بعد فترة طويلة على حسب عاد. فبسم الله الآن نبدأ إيش؟ نقطف الأشياء اللي جاهزة ونتوكل على الله. بسم الله على بركة الله نبدأ إيش؟ بالقطف. أوكي هذا أكثر واحدة متحمس لها. طبعًا أنا قاعد أصور وأقطف في نفس الوقت. بسم الله. الله فلفلة. أول الخير إن شاء الله، شوف ما شاء الله الحجم كبير. طيب وعندنا برضو فاصوليا هنا متخبية. أيوه وينك؟ تعال. ايوه اطلعي، انا خاف اقص
طنبت بس ايوه فاصوليا واحده في ثانيه وينها هذه فاصوليا يا سلام يا سلام نقول بسم الله على بركة الله هذه الفلفل الثاني يا سلام هذا لسه صغير الا نشيل وانا هذا شو شوف الحجم الحجم اذا هو مناسب شيله خلينا ناخذ الثاني هذا يا سلام كمان ايش فاصوليا اهلا وسهلا اهلا بقى اي بقى واحده هنا شوفها متخبيه تعالي تعالي معليش ترى والله ما اعرف اقص وانا اصور اوكي لا ما شاء الله الخير واجد الخير واجد هذا فاصولي بعد ما هو بسم الله اي اتذكر فيها واجد جوتو باخذ هذا كله ان شاء الله عندنا هذا الخس شوف ما شاء الله ورقته كبيره طيب نبي ناخذ الخس بهذه الطريقه من هنا ايش رايكم ما شاء الله في الخس هذا فريش بسم الله بركه الله طبعا ترى شوي بدري بس انا ايش هذا أجمل شعور لما تزرع وتقطف هنا زارع جرجير وكزبرة فهذه جاهزة للقطف شوف ما شاء الله نجي نأخذها من تحت بس علشان نطلع جديد نقص من هنا اوكي بهذا الشكل حليلة صغيرة فجل طيب اخر شيء تقريبا عندنا اللي هو البصل الاخضر طبعا هذه هي مجرد البدايه فاصوليا وخس وفجل وبصل اخضر وبقدونس وفلفل ان شاء الله بعد 20 يوم اتحمس انا للطماط والفلفل البارد والاشياء الثانيه يعني يبي لها 20 يوم بالكثير ان شاء الله وهذه زي ما يقولون بدايه الخير يعني طيب اخر شيء تقريبا عندنا اللي هو البصل الاخضر نقصه من هنا عشان يطلع زياده ناخذ لنا هذه برضو بسم الله برضو هذه